اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من النيل في جزيره الدهب. هعمل النهارده رز بلبن جوز الهند والكاري، وهعمل معاه سالمون ستيك. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى رز بسمتي بلبن جوز الهند والكاري. قول على المكونات: بوله رز بسمتي ونص الكميه لبن جوز هند، بوله زنجبيل فريش ومعلقه كاري كبيره وبصل، وطبعا زيت وملح وايه فلفل لو عايزين نخليه بحرق سن. طيب هحط زنجبيل كتير شويه علشان دايما في الجو البرد الواحد بيبقى محتاج ينشط الدوره الدمويه، فبنبقى محتاجين ان احنا نستعمل زنجبيل على قد ما نقدر، سواء كان بنستعمله مشروب، يعني ممكن زنجبيل ونعناع وليمون لو في برد او حاجه بيساعد ان هو بيطلع البرد، او يعني بيدفي كمان الجسم شويه وايه وبيجري الدوره الدمويه، لان الواحد في الشتاء بيبقى قاعد متكلفت ومش قادر يتحرك كتير. هشيل بس من البصل الحته الزياده دي ودي عشان تبقى ناشفه شويه. احط هنا شويه من الزيت، استعمل زيت نباتي مش زيتون، لان لو حطيت زيت زيتون مع اي حاجه فيها كاري او فيها جوز هند لبن جوز هند هتلاقوا الطعم اتغير خالص، هتلاقوا الطعم يعني ما بيمشوش مع بعض قوي. حتى كمان في الفار ايست اغلب الطبخات كلها، مش اغلبها، هم كل طبخاتهم كلها زيت نباتي عندهم، وزيت سمسم يعني وبقيه الزيوت، لكن زيت الزيتون مش من الحاجات المستحبه قوي عندهم. احنا كده محتاجين نقطع البصل، وطبعا ده هيبقى رز مش هيبقى حادق، اسف مش هيبقى حلو، هيبقى حادق زيه زي اي رز تاني، لكن هيبقى فيه طعم بجوز الهند، وممكن قوي كمان يتعمل في الفرن زي الرز المعمر، وممكن يتعمل بقى رز بلبن جوز الهند، ده بيبقى خطير. عايز بقطع بس البصل صغير شويه، فتفتت مني فاضل دي. ممكن نعمله بدل الكاري كمان كركم، يعني هو من مكونات الكاري، الكركم بيبقى داخل في الكاري بكمية كبيرة، بس ممكن نزود عليه لا يعني مش هنزود، يعني نعمله بالكركم بس يا نعمله بالكاري مرة واحدة. شوية بصل كويسين كده تمام، وهستعمل نص المعيار بتاع بولة الرز، هو نص معيار اللبن جوز الهند، والنص التاني مية عادية خالص أو لبن، بس لو حطينا الكمية كلها لبن احتمال كبير يعجن، يعني هيبقى في احتمالات ان هو 70% هيعجن، فعشان كده بحط نص الكمية ونص الكمية. وناخد نقول معلقة كبيرة مليانة زنجبيل، ممكن اعلي النار سنة وما نقطعوش صغير بقى، نقطعه كده بالحجم ده علشان يبقى ايه يبقى باين، لان في ناس كتيرة بالنسبة لها الزنجبيل ده حاجة طعمها جامد شوية فما بيبقاش مفضل عنده. معلقه خشب اقلب كده، انا حطيت معلقه ملح صغيره او 3 ارباعها يعني عشان تبتدي تخلي الميه اللي في البصل تطلع. ممكن كمان نجدد، ممكن نحط عليه قرن فلفل حراق لو عايزين نفرمه كويس صغير كده ونحط عليه قرن فلفل حراق، كل ده راجع لحضراتكم. المهم الطريقه تبقى واضحه، وبعدين الباقي كله بيبقى بالخبره في المطبخ وبالابتكار. قلب الكاري مع البصل مع الزنجبيل، الريحه عندي هنا تمام. قرب دي كده، اهم حاجه بقى نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنشتري لبن جوز الهند، لان فيه نوعين، في مشروب لبن جوز الهند ده مسكر جدا، يعني اللي هو بيتشرب من الازازه على طول، وفي لبن جوز الهند اللي بيبقى للطبخ ده ما بيستعمل، يعني ده ما فيهوش طعم سكر، بيبقى فيه بس طعم جوز الهند. طيب لو هنعمل رز بلبن باللبن جوز الهند، يبقى نقدر ساعتها نستعمل المشروب اللي هو مسكر، لان خلاص احنا كده بنعمل حلويات فنقدر نستعمل المسكر. لو بنستعمل او بنعمل طبخه زي دي يبقى هناخد لبن جوز الهند اللي مش محلى. اقلبه كده كويس واتاكد ان كل
بس الحله بتسخن. اتاكد ان كل البصل والزنجبيل والكاري وصلوا للرز. هعلي كمان النار سنه. كل ما بقى فلفل الرز اكتر دلوقتي كل ما ببقى مطمن هو مش هيعجن. لو ما اديتوش وقته مظبوط علشان يتفلفل غالبا هيعجن، هيبقى يعني ريزوتو بسمتي. طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص، فنسيبه كده براحته خالص لان لسه في ميه نزلت من البصل. اول بقى نبتدي نسمع الصوت السيزلينج ده اللي هو صوت زي التحمير الخفيف ده كده. احنا دخلنا في مرحله ان احنا بنفلفل الرز. كده تمام. عشان بقى ما نغلطش، يعني انا في ناس كتير قوي بتطبخ الرز بالصباع وبالمعيار والكلام ده كله، انا ما بقدرش اعمل كده عشان ما بديش احتمالات للاخطاء. فانا محتاج من الكوبايه دي او من البوله دي اتنين، يبقى هاخد واحده تمام كده. هزود بقى الباقي ايه ميه عشان اكملها تبقى بوله كامله. كده اول بوله وتاني واحده كده، يبقى احنا ضامنين ان مش هيحصل اي اخطاء الا اذا طبعا سبناه فتره طويله واتلسع مننا، دي حاجه تبقى خطا من عندنا احنا، او ما ادينالوش وقته الكافي فما استواش. اقلبه كده تقليبه كويسه وهسيبه تلت ساعة على نار هادية. وطي له النار بس كده الأول. هسيبه تلت ساعة على نار هادية وهطلع فاصل وأرجع أعمل معاه سالمون ستيك وأقدم الرز. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، الرز استوى وجاهز. هبتدي دلوقتي اعمل السالمون ستيك. اقول لحضراتكم على المكونات: قطعه سالمون ستيك، معلقه ليمون معصور، بشر ليمون، وتوم. وهحط طاسه مضلعه او الجريدل فان على النار علشان تسخن كويس قوي، واعمل التتبيله. احط بقى ايه، معلقه الليمون والتوم المبشور، معلقه. دايما لما نستعمل لما نطبخ سالمون مفيش داعي نحط مكونات قويه عليه عشان يبقى طعمه باين. لو عايزين بعد كده نبقى نزود التتبيله عليه بعد ما نخلص الطبخه يبقى احسن واحسن. بس بلاش ان احنا نغرقه حاجه تبقى تاكل منه الطعم، يعني كمون بقى بلاش الكلام ده كله، خلينا خفيف خفيف عليه. هحط شوية ملح صغيرين علشان برضو الملح زي ما حضراتكم عارفين بيسحب السوائل من جوه البروتين او الخضار او ايا كان، فمش عايزينه ينشف، عايزينه يبقى براحته. ونحط بقى ايه، نقول مثلا على ما تكون الطاسة سخنت ده ياخد وقته، نحط معلقتين كبار من زيت الزيتون. يفضل لو في زيت زيتون، لو زيت الزيتون مش موجود الزيت النباتي هينفع برضو. كمان شوية. حلو كده. سنة صغيرة من الملح من الفلفل الأسود. وهخلي بشر الليمون ده هحطه عليه، يعني لو حطيت بشر الليمون ده على النار هيقلب مر جامد قوي. نقلب بقى ده تقليبة خفيفة كده. قطعة السلمون. واقول لحضراتكم حاجه، يا ريت ما نسيبش السلمون محطوط في الليمون كتير، لان السلمون مش هيستحمل خالص ليمون كتير، هيبتدي يستوي. طب ماشي، هتقولوا لي طب ما يستوي ايه المشكله؟ لا، مشكله لو استوى من بره مش هبقى عارف دلوقتي درجه استواه من جوه ايه، فمش هبقى قادر اوصله لدرجه السوى اللي انا عاوزها. والسلمون ستيك ده زي اللحمه ليه درجات سوى. شوفوا حضراتكم ابتدى لونها على طول يغير ازاي، من البينك من البامبا الغامق
او البرتقاني بيبتدي يفتح، فمعنى كده ان هو ابتدى يستوي. وكده الطاسه اهي مطلعه سخونيه كويسه. نقرب بقى هنا كده، حطها لقدام كده. خلي بقى الدريسنج او خلي التتبيله موجوده جنبي علشان هستعملها تاني. ممكن لما اقلب السلمون احط عليها شويه كمان، ممكن بعد ما اطلع السلمون خالص احط عليها برده شويه كمان. اللي موجود ده هنا عندي توم وليمون وملح وزيت، فحاجه هيبقى اكيد طعمها حلو. طلع بقى ايه الرز كده اهو. نحاول بقى نزوق الطبق على ما السلمون يستوي. السلمون والشبت دايما مع بعض بيبقوا كويسين قوي. ممكن اخد واحدية فلفل احمر، شوية من بشر الليمون. خليها كلها على بعض شكلها حلو. اللي عايز يبقى يقطع بعد كده براحته. طبعا لو متوفره الفرشه يبقى تمام، لو مش متوفره شويه بالمعلقه كده. بس حاولوا ما تحطوش الزيت على الطاسه لوحدها. بصوا حضراتكم لو حطيت نقطه زيت على الطاسه هيعمل ازاي؟ ده عندي في جو مفتوح مش مشكله، بس في البيت شويه الدخان دول مع الليمون هيضايقوكوا جامد جدا. وايه ودايما واحنا بنقلبها نقلبها لهناك، ما تقلبوش ناحيتكم. شوفوا الزيت لما بيجي على الطاسه بيعمل دخان جامد ازاي. انا ببعد عنه لان الحاجات الملح والاسف الليمون والخل لما بيتحطوا على النار بيطلعوا دخان، لما الواحد بيتنفسه بيكح جامد بيضايق. ناخد بقى حبه خفاف كده من هنا، بقيه التتبيله. بيحصل كتير قوي ان السلمون في المرحله دي ما بيستويش، يعني ممكن وانتوا شغالين فيه او بتطبخوه ما بيستويش كله من جوه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم درجه سوى السلمون دي راجعه لحضراتكم، لكن في حد عايز ياكله ويل دان، عايز ياكل السلمون بتاعي يا سيدي مستوي من جوه تمام التمام، مش عايز في حاجه تبقى نيه ولا اي حاجه بالكلام ده. هروح واخد بقى السلمون في طاسه او في صينيه تخش الفرن، واسيبه في الفرن 6 دقائق 5 دقائق، ابقى اطمنت ان هو استوى من القلب. انا كده بالنسبه لي هو خلاص داخل تقريبا على سوا. يعني نقول من 3 لـ4 دقائق كل ناحيه هيبقى انا بعرفها بالدوس على السلمون ده كده ميديم تمام. لو سبته كمان 5 دقائق على كل ناحيه بمعدل النار اللي هي متوسطه العاليه دي هيبقى 5 دقائق وخمس دقائق هيبقى كده ويل دان، يبقى انا مطمن. برضه ما اطمناش نحطه على الصينيه اللي تخش الفرن وندخله الفرن. كده السلمون استوى. مناديل شيل الزيادات دي. بشر الليمون. عندنا بقى بقيه الدريسنج لو عايزين نزود، بس انا متهيألي كده كفايه قوي كده، شكله كويس ولذيذ. اكتر من كده هيبقى مر شويه او هيبقى مزز قوي. وكده الطبقين في طبق واحد، يبقى اول طبق كان رز بالكاري ولبن جوز الهند، تاني طبق كان سلمون ستيك ببشر الليمون. الف هنا وشوف، اشوفكم حلقه جديده. باي باي.